الرقمية أو العملات المشفرة، وهذه ستة حلول قدمتها للعالم. أولا Fixed Amount، إنه العملات الرقمية تطبع فقط مرة واحدة، مو زي العملات الورقية اللي تطبع بين فترة وفترة. ثانيا Advanced Privacy، الأمان والخصوصية. طبعا إذا عندك بنك أكاونت ما في أي خصوصية، لأنه أول ما تسحب فلوس البنك بيحتفظ نسخة بقيمة الفلوس اللي سحبتها، ويعرفون برضو عندهم أكسس لمعلوماتك، يقدروا يشوفوا معلوماتك البنكية، وكل هذه غير موجودة في العملات المشفرة. العملات المشفرة فقط أنت اللي تقدر تشوف حسابك وتشوف القيمة الموجودة في حسابك. ثالثا الفاست ترانزاكشن، انه عملية التحويل سريعة جدا مقارنة بالتحويل عن طريق البنك او عن طريق الموبايل بيمنت او الحاجات الثانية. رابعا اكسسبل فور ايفريون، اي شخص يقدر يستعملها، ما فيها شروط معقدة، ما فيها شروط كثيرة. ما يقولوا لك عبي ورقة وجيب الاي دي، ولا طبعا سهلة جدا الحصول عليها. خامسا low transaction fees، اللي هي عمولة التحويل من مستخدم إلى مستخدم آخر أو إلى شركة أو من مكان إلى مكان آخر، جدا جدا رخيصة مقارنة بالحوالات اللي تأخذ مبلغ طائل، وطبعا البنوك. سادسا وأخيرا global connectivity، إنها متصلة في جميع أنحاء العالم، يعني تحتاج فقط شبكة الانترنت عشان ترسل من مكان الى مكان اخر، ما ياخذوا منك تاكس اذا رسلت فلوس للصين، رسلت فلوس لامريكا، من اي مكان الى مكان اخر الترانزاكشن يكون سريع جدا. وصلنا لنقطتنا الاساسية اللي هي دا كوين، وهذه ابرز مميزاتها. 9 مليار يونتس او كوينز او توكن مطبوعة في الدا كوين، ديسنترولايز، عملة غير مركزية، continuous development، التكنولوجيا دائما تتطور يوميا، easy to use، سهل الاستخدام، based on DAG chain. طبعا التكنولوجيا المستعملة في الداك كوين ليست البلوك تشين، انما هي الداك تشين، وهذه راح نتحدث عنها ان شاء الله في حلقة اخرى ونفصل عنها. vast ecosystem، eco friendly، انها موفرة للطاقة مقارنة بالبيتكوين اللي يستعمل طاقة كبيرة لانجاز عملياته. 24/7 transaction، fast transaction، انه التحويلات تتم في اي وقت، وتحويلات سريعة جدا. valuable، العملات لها قيمة. secure، الامن والخصوصية، هذه طبعا امنها قوي جدا. minimal transaction fees، عمولة التحويل جدا منخفضة. والfair، lastly fair distribution، اخيرا اللي وصلنا للنقطه الاخيره اللي هي انه طريقه توزيع العملات سهله جدا. وهنا بتكلم عن اقوى ميزتين للداك كوين، اولا اللي هي السكيلابيليتي، سرعه التحويل في الثانيه الواحده. لو لاحظتوا معايا في الصوره يوضح ان البيتكوين يقبل 7 تحويلات في الثانيه الواحده، وهذا يعتبر بطيء جدا. اما الايثريوم 25 في الثانيه الواحده، البيست بلوك تشين 3000 تحويل في الثانية الواحدة. أما عندنا الفيزا كارت، البطاقة البنكية، تقبل 56,000 تحويل في الثانية الواحدة، هذه تعتبر متوسطة كويسة. أما الأفضل، الخيار الأفضل، الداك تشين أو الداك كوين، يقبل تحويلاته غير محدود، لا محدود أو غير محدودة، الليميتد، طبعا تحويلاتها سريعة جدا، تسوي جميع التحويلات في ثانية واحدة. والميزة الثانية والقوية في الداك كوين اللي هي الترانزاكشن فيز، عمولة التحويل في الداك كوين جدا جدا منخفضة مقارنة بالبيتكوين والفيزا كارد. لو تحدثنا عن المثال الموضح لدينا، لو شرينا قهوة بقيمة 3 دولار واستعملت الفيزا كارد لطريقة للدفع، فيخصمون منك 0.14 دولار قيمة التحويل الواحد. اما لو استعملت البيتكوين لطريقة للدفع، هيخصمون منك 1.5 دولار، تقريبا نصف قيمة القهوة، والذي تعتبر مكلفة وعالية. أما لو استعملت الداك كوين لطريقة للدفع، هيخصمون منك قيمة حوالي 0.0005 دولار، والذي تعتبر جدا منخفضة
وهذه أقوى ميزتين في الداكوين. والآن نتكلم عن طريقة الاستثمار في العملات الرقمية وكيفية الربح منها، وإيش هدف هذه العملات في الأساس، وما هو المميز في الداكوين، وكيف تضمن أرباحك إذا استثمرت في أي عملة رقمية، وكيف تعرف أن قيمة الكوين يرتفع أو ينخفض. ركزوا معايا. أولا راح أتكلم عن فكرة الاستثمار في العملات الرقمية. أول ما تطلع عملة جديدة تبدأ بسعر رخيص جدا ومغري، مثلا لو تكلمنا عن البيتكوين طلعت بسعر ما يقارب 0.0001 دولار، كانت تساوي ولا شيء، لكن حاليا سعر البيتكوين الواحد يوصل إلى 3600 دولار قيمة الكوين الواحد. ثالثا نتحدث عن الداكوين وما يميزها عن باقي العملات الأخرى. طبعا الداكوين هي أول عملة تركز في هدف العملات الرقمية الأساسي، ألا وهي الاستخدام لطريقة للدفع بدلا من العملات الورقية. فأغلب العملات الرقمية يتم التداول فيها، وهذا ما يسبب عدم استقرار العملات هذه. فالداكوين يبحث عن الاستقرار. فأول ما تستثمر في الداكوين يتيح لك أنك تجمد حسابك خلال سنة أو سنتين أو 3 سنوات، بعدها يمديك التداول فيها. أما خلال هذه المدة الزمنية يتم ارتفاع قيمة الكوين ارتفاع مباشر شهريا، وفي نهاية السنة أو في نهاية السنتين أو الثلاثة بعد المدة الزمنية المختارة تقدر تبيع وتشتري، تقدر تبيع الكوين حقك وتأخذ أرباح استثمارك. والآن نشرح طريقة الاشتراك في الداكوين. وهذه الباكجات المتاحة في شهر فبراير 2019، قيمة الكوين حاليا هي 0.19 يورو، وهذه الباكجات المتاحة. طبعا عندنا 9 باكجات. أولا هي البيسك، قيمة الباكج 40 دولار، وعدد الداكوينز اللي تحصلها 105 داكوينز. طبعا عندنا الستاتر 150، تحصل على 526 داكوينز. البوستر 350 دولار. الاكسبلور 700 دولار. الادفانس 1400 دولار. الاكسبرت 3500 دولار. البرو 7000 دولار. والمينتر 17400 دولار. واخرا الماستر اللي هو 34750 دولار. طبعا هذه الباكجات المتاحة، وتختار الباكج المناسب وتشترك في الداكوين. طبعا بعد الاشتراك الطريقة الاولى للربح من الداكوين هي ارتفاع قيمة الكوينز. طبعا جبنا مثال هنا بسيط، مثال الاكسبلورر. الاكسبلورر هو رقم 4. لو مثلا اشتركت بالباكج، باكج الاكسبلورر تحصل على 2632 كوينز بقيمة 700 دولار. طبعا بعد الاشتراك المتوقع ارتفاع القيمة خلال سنة الى 3 يورو بالقليل. فلو ضربناها في 3 يورو يطلع لنا ناتج 7896 يورو خلال فقط سنة واحدة، هذا اقل المتوقع. طيب لو قلنا خلال سنتين المتوقع ارتفاع الى 13 يورو، طبعا هذه اقل المتوقع، وتقريبا لو ضربتها في عدد الكوينات اللي تحصلها تحصل على 34216 يورو خلال سنتين. ولو تكلمنا خلال 3 سنوات المتوقع ارتفاعها الى 33 يورو، تضربها في عدد الكوينات اللي حصلتها من الباكج اللي هي 2632 كوينز، تحصل تقريبا على 86856 يورو خلال فقط 3 سنوات. وهذه الطريقة الأولى للربح من الداكوين. هذه الفرصة الذهبية، والآن راح أتكلم عن طريقة التسويق، واللي هي طريقة سهلة جدا. فلو حبيت تسوق للشركة أو حبيت تخبر أحد من أصحابك أو من أصدقائك عشان يستفيد من هذه الفرصة، فحيكون لك 10% من قيمة استثمار الشخص اللي تجيبه. مثلا لو صاحبك استثمر بقيمة 1000 دولار، حيكون لك عمولة 10% اللي هي تساوي 100 دولار،
مباشرة تروح لحسابك في الداكوين، ومن حسابك في الداكوين تقدر تحولها لحسابك البنكي بطريقة سهلة جدا، وتقدر تسحبها من هناك. فكل ما جبت أشخاص أكثر في الشركة، كل ما يكون عندك كوينات مجانية أكثر، وحيكون في ترقية لمراتب أعلى، وحيكون في جوائز والعديد من المزايا الأخرى. وهكذا يكون وصلنا لنهاية مقطعنا لهذا اليوم، واللي حاب يشترك بالبرنامج يتواصل معنا بالأرقام الظاهرة أسفل هذا الفيديو، ولا تنسوا لايك سبسكرايب وشاركوا الفيديو وخلي غيركم يستفيد.